صباح الخير وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج في الضحى. في حلقتنا لهذا اليوم نفس ما عودناكم راح يكون بانتظاري وانتظاركم مجموعة من المواضيع المختلفة والمتنوعة. صباح الخير شيخة، صباح الخير أخوي محمد. صباح الخير وصباح أيضا التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. صباح جديد نتمنى أنه يكون سعيد من برنامج في الضحى. صباح السعادة والإيجابية، صباح النشاط والحيوية اليوم مع برنامجنا في انطلاقته. أيضا اليوم راح نكون عندنا فقرات متعدة، تابعونا. ما بها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي، ما بها حيلة وما بها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي، ما بها حيلة ما بها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي، ما بها حيلة ما تساهيلة للعلا يا قطر نبا أول وثاني، ما تساهيلة ما تساهيلة للعلا يا قطر نبا أول وثاني، ما هذا اليوم صباحنا. ودائما نقول لكم نوجه رسائل إيجابية لأنفسنا ولكم لكل من يتابعنا. دائما نقول يؤثر تقديرك لذاتك في أسلوب حياتك وطريقة تفكيرك وفي عملك بالتأكيد، وفي مشاعرك نحو الآخرين، وفي نجاحك وإنجازك للأهداف في الحياة. فمن احترامك وتقديرك لذاتك نقدر نقول تزداد الفعالية والإنتاجية. نقدر نقول صباح تقدير الذات والإبداع. صباحكم برنامج في الضحى.
صباح النور حنين وصباح النور طبعا لكل زملائي المتواجدين في استديوهاتنا، ودائما احنا نصر على تقدير الذات وتقديرك لذاتك من خلال اهدافك واصرارك ايضا وقوه ايمانك وثقتك بقدراتك راح توصل للي انت تبيه، صحيح يا محمد؟ باذن الله تعالى، وهو التصالح مع الذات دائما لتحقيق الملذات والرغبات باذنه. فايضا خلال هذا الاسبوع يسمى بالاسبوع العالمي للصحه النفسيه، ان تكون نفسيتك يعني مرتاحه وسعيده هي اللي تمهد لك اشياء كثيره، انك تعطي لعملك على سبيل المثال الحصر، انك تكون ايضا في بيئه العمل، انك تكون سعيد وتبتسم، بمجرد الابتسامه ممكن ايضا تصنع ابتسامات كثيره، حتى في البيت تصنع حوار جميل من خلاله يكون في فائده. دائما الانسان لما يكون مرتاح في البيئه اللي هو قاعد يشتغل فيها يبتكر وايضا يبدع ويكون قادر على ابتكار الاشياء. اليوم راح نتكلم ايضا في تقرير خاص بهذه الناحيه، تقرير عن صانع، هي شركه طبعا تدعم طلاب المرحله الثانويه، سمعت عنها محمد؟ مع النادي العلمي القطري. اي مع النادي العلمي القطري. هذه طبعا الشراكه مهمه جدا للطلاب الثانويه، لتدعم الابتكارات، تدعم الابداع، تدعم المواهب القطريه الشابه دائما تخترع، دائما يعني تسوي براءة اختراع. اليوم راح نشوف في هذا التقرير محمد، نشوف التقرير مع مشاهدينا ونرجع نتواصل نستكمل باقي فقرات برنامجنا. اليوم احنا موجودين هنا بالنادي العلمي لحفل اطلاق الدوره الرابعه من مسابقه صانع وصنع الابتكار. مسابقه صانع هذه مسابقه تستهدف طلبه المرحله الثانويه في مدارس قطر عندنا، والهدف من المسابقه هي تعمل كمنصه ناخذ فيها الطلبه من المدارس هذه، نعطيهم مهارات صنع الابتكار، ومن خلال 6-7 شهور الطلاب والفرق هذه يحاولون مجموعه افكار عندهم حق مشاريع ومنتجات ملموسه. بعد هالمرحلة تجي قيمة الشراكة الاستراتيجية بين مسابقة صانع وبين نادي العلمي القطري. فالنادي العلمي القطري ياخذ مجموعة الفرق هذه اللي طلعت منتجات ملموسة، يساعد في تطوير المنتجات حق ما بعد المسابقة، وبعدين يساعد الطلبة في قضية المشاركة في المحافل الدولية، أو مساعدة الطلبة في تسجيل براءة اختراع حق بعض المشاريع اللي ممكن تكون عندها أفكار ابتكارية. الهدف من مظلة صانع بشكل عام هي نشر ثقافة صنع الابتكار في المجتمع المحلي، فإحنا من خلال المسابقة، من خلال الباص، من خلال المعسكرات الصيفية أو الشتوية أو حتى الورش اللي موجودة عندنا، هذه كلها عبارة عن مشاريع تساعد الطلب وتساعد المستخدمين أن يدخلون فيها وتمكنهم من مهارات صنع الابتكار. حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتم قاعد تتابعونا، صباح الابداع صباح الابتكار، وبالتاكيد راح نسلط الضوء على كثير من المبدعين والمتميزين في مجالات عده من خلال برنامج فلي الضحى، ولكن نفس ما عودناكم دائما ناخذكم في جوله سريعه على صحفنا المحليه، واول خبر اخترناه لكم راح يكون من جريده العرب، وفي العرب يقول لكم فوز 12 قطري بمنح البحث العلمي. أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أسماء الفائزين بالمنح المقدمة من برنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى برنامج منحة أبحاث ما بعد الدكتوراه. هاي في جريدة العرب. حاولنا قدر المستطاع أن في البداية يكون خبرنا عن الإنجازات اللي إحنا راح نشوفها وقاعد نحصل عليها بشكل مستمر، وبالتأكيد مستمرين معاكم وخطط جديدة وإنجازات كثيرة ومشاريع مختلفة من العرب إلى جريدة الراية، وخطة لافتتاح مراكز جديدة لغسيل الكلى. وفي الجانب الطبي كشفت الدكتورة فدوى العلي مديرة مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى التابع لمؤسسة حمد الطبية عن خطط مستقبلية لافتتاح مراكز أخرى للكلى، الكلى طبعا تنضم إلى باقي المراكز والوحدات المتواجدة في الدولة ليستوعب عددا أكبر من المرضى الذين يخضعون لجلسات غسيل تصل نقدر نقول إلى 3 مرات في الأسبوع، مما يتيح لهم طبعا خيارات أكثر سهولة. من الجانب الطبي ننتقل إلى فعاليات ومهرجانات موجودة عندنا في قطر، من سوق واقف وأماكن كثيرة عندنا، من ضمنها كتارة كذلك تحتضن كثير من الفعاليات، وفي كتارة تحديدا وفي جريدة
الوطن خبرنا يقول لكم كتارة تطلق مهرجان التنوع الثقافي يحتضن المسرح المكشوف بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة في الفترة ما بين 18 من أكتوبر الحالي والتاسع من مارس المقبل، الدورة الثالثة لمهرجان التنوع الثقافي 2018-2019 بمشاركة طبعا نقدر نقول متميزة لفرق فلكلورية عالمية تعرض التراث والفنون الشعبي تقريبا لنحو 18 دولة من مختلف دول العالم. راح يكون مشاركات مميزة بالتأكيد راح يكون في انتظارنا، وكتارة دائما عودتنا أنها تحتضن مجموعة كبيرة من النشاطات والفعاليات. وفي آخر خبر من جريدة الشرق، وبما نحن قاعد نتكلم عن الإنجازات والمشاريع خلونا نتكلم عن مشروع لتحديد رسوم المدارس والجامعات الخاصة. كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن قيام الوزارة بدراسة مشروع خاص بتحديد رسوم المدارس الخاصة طبعا بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والطالب، وفقا لدراسة نقدر نقول عنها شاملة حول الرسوم ومقارنتها بجودة الخدمات المقدمة، موضحا طبعا وجود مشروع آخر يخص ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضا وضبطها. ختمنا في هذا الجانب وختمنا مع جريدة الشرق، وبالتأكيد أخبارنا وصحفنا المحلية ما نستغنى عنها وحريصين كل يوم في برنامج في الضحى أن نسلط الضوء على مجموعة مختلفة ومتنوعة من أخبارنا، وبالتأكيد ما قاعد نتعمق بالتفاصيل والأخبار بشكل كبير عشان أنتم تأخذون هذه الجرائد وتستمتعون بالإطلاع على الخبر بشكل كامل. يعطيك العافية أخت حنين. طبعا حنين تكلمت عن مجموعة كبيرة من الأخبار تتنوع ما بين البحث العلمي والتنوع أيضا ما بين الاهتمام بالتعليم. اليوم بلادنا يعني دولتنا الحبيبة قطر تهتم جدا بالبحث العلمي، البحث العلمي منهج تطبيقي موجود في مدارسنا وفي جامعاتنا وأيضا موجود في مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. طبعا اليوم احنا قاعد نهتم بالتعليم لأنه من التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030، وأيضا التنوع الثقافي في كتارة فكثيرة هي الأمور الموجودة على أرض قطر الحبيبة. وأيضا قبل أيام بالفعل يعني استمتعنا بوجود أيضا إحسان، وهذا هو محور حديثنا في البداية. ايوه، وطبعا لما احنا قاعد نتكلم الحين عن الشباب راح نتكلم ايضا عن المسنين. كان في اول اكتوبر كان الاحتفال بيوم المسنين، حيث احتفل في الاول من اكتوبر من هذا الشهر باليوم العالمي للمسنين، وقام مركز احسان بفعاليات بهذه المناسبه. من ضمن هذه الفعاليات كانت امسيه جماهيريه قدمها الدكتور الفاضل محمد العوضي من دوله الكويت الشقيقه. طبعا اليوم احنا نرحب بالدكتور محمد العوضي، هو غني اصلا عن التعريف وشهادتنا فيه مجروحه، هو داعيه مفكر اسلامي نشط في مجال تعزيز الاخلاق ونشر الدين الاسلامي وخصوصا عند الشباب، المشرف العام على مؤسسه ركاز لتعزيز الاخلاق وعضو الهيئه التاسيسيه للهيئه الاسلاميه العالميه للاعلام التابعه لرابطه العالم الاسلامي في مكه المكرمه. طبعا احنا كل هذه مسميات وفي مسميات اخرى ما اسعفنا الوقت ان احنا نذكرها. حياك الله دكتور محمد العوضي، سعيدين جدا بتواجدك معنا في بلدك الثاني قطر. ما يحتاج، انا مسرور يعني في هذه الزياره الكريمه، ومثل ما قلتي بلدي الثاني قطر، وكما قلت في اكثر من محاضره اديتها في قطر طلعتوني من اجواء كانت فكريه بحته وتخصصية إلى أجواء تراحمية أوسع رحابة، اللي كل القضايا الإنسانية ما تحسين لها صحيح. لها بصمة والكل يحب يشارك فيها، المتخصص وغير المتخصص. دائما القضايا الاجتماعية هي تكون قريبة صحيح. من المجتمع ومحاكية أيضا لهم. إذن الدكتور محمد العوضي حياك الله، الله يحييك، منورت بيتك ومكانك. دولة قطر ليس بغريب عليها، ودائما قريب من القلب وقريب من النفس. آمين. إذا ممكن في البداية نتحدث عن مشاركتك مع إحسان، هذا المكان الذي يرعى أو يعنى بكبار السن تحديداً وتوفير احتياجاتهم، كيف كانت المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشاركة كانت بعد الدعوة الكريمة من مركز إحسان لتمكين ورعاية المسنين. منذ أن سمعت بالدعوة فدعوة إيجابية كبيرة، وموضوع مثل ما تفضلنا إنساني، وبعدين يعني قريب من بلد، قريب مسافة وقريب على القلب. احنا يعني مجتمع واحد الحمد لله، المشتركات كثيره جدا، ففرصه يعني مثل هذه الرحلات فوجه لي الخطاب والحمد لله جينا. فكانت
في البداية تدشين الحفل، وكانت محاضرة حقيقة امتلأت المقاعد، وحضور النخب والمؤسسات أعجبني، لأنهم اللي راح يقومون يعني مست وتوعية اجتماعية، توعية مراكز التأثير واتخاذ القرار وتبصير المجتمع والنقاش. وشارك معي في نفس الأمسية دائما هم الأفضل الدكتور الفاضل مأمون مبيض، ما ادري استضفتوه ولا تستضيفونه ولا سافر؟ اي ما شاء الله عليك، لان تخصصي سيكولوجي طبيب. نعم. فعنده منحاه الخاص، تعرفين تفصيلي. نعم. اي الموضوع كل واحد ياخذه من جانبه. انا تكلمت في هذه المحاضره اللي قدمها الاستاذ الدكتور صلاح اليافعي ودار الحوار بشكل جميل عن جدليه العطاء والوفاء. هؤلاء المسنون كم أعطوا وكم ضحوا، فهل نسبة وترجع الدين لهم من الوفاء موجود في حياتنا داخل دائرة اهتماماتنا؟ أين يقع في أولوياتنا؟ طيب إذا إحنا كنا بالجيل اللي جاي، أنتم ما شاء الله، طيب في جيل طالع جديد، جيل طالع ورث ما قدمه هؤلاء كبار السن، ما قدموه لأسرهم، ما قدموه في المجال الوظيفي، ما قدموه في المجال الوطني. صحيح. فكانت هذه يعني المحاضرة التدشينية، طبعا كان فيها أول شيء مفاهيم، وكان فيها تنويع للمعاني العامة اللي مو فاهمينها الناس. يعني احنا نركز دائما على العمر الزمني، طب في عمر صحي، صحيح، في عمر وجداني نفسي، في عمر، هذه الأعمار يجب أن لا تنسى. يعني مثلاً إحنا نقول أن نتعاطف مع اللي عمره 70، طيب واللي عمره 45 ودكته الأمراض من ضغط وسكر وتصلب شرايين وروماتيزم، يكون في هيئته وصحته وحركته أقل من 70 النشط، صح ولا لا؟ صحيح. فإحنا يجب أيضاً أن نوسع دائرة الأفق حتى لا نحرم من عاش حياة المسنين واقعياً ببدنه، إنزين، وهو ليس بمسن. فوسعنا الدوائر الكثيرة ثم دخلنا على كثير من المفاهيم مرتبطة، يعني مثل ما قلت دكتور، بكبار السن أو المسنين. اليوم الشعار دائما هم الأفضل، يعني يركز على كيفية التعامل أخلاقيا، وأنت مشرف ما شاء الله، مشرف عام على مؤسسة ركاز لتعزيز الأخلاق. نعم. لما نتكلم عن جيل الشباب، كيفية تعامل هذا الجيل مع كبار المسنين، خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان أبو بكر الصديق لما جاب أبوه عشان يعلن إسلامه في سن مبكرة، يعني الرسول أيضا بالرغم أنه كان كبير في السن ولكن قال لأبو بكر هل تركت الشيخ في بيته، يعني صحيح. كان الرسول يبي يروح للبيت بالضبط. عشان ما يتعبه. فتكلمنا عن ناحية تقدير الشباب طبعا معاملة ومعاملتهم بطرق سليمة وصحيحة للمسنين. الله يبارك فيك، يعني استشهادك في والد أبو بكر قحافة استشهاد حكيم. ليش حمادي؟ لأن هذا رسول عليه الصلاة والسلام، ومهمته يعني نشر الدعوة، والأصل الأصيل هو التوحيد. يؤتى برجل كهل في يوم الفتح مشرك من أجل، يقول لا زين، هلا أقررته في بيتي، هلا يعني أقررته في بيتي حتى أنا آتيه، يعني أنا أروح حق المشرك؟ لأن في سن، وبالتالي مراعاة المسن لا تقتصر على قومية أو جنس أو دين، المسنين جميعا. طيب نروح حق الحرب، يعني هذه رسالة حق للشباب. نعم. نروح والمسلمين جميعا نروح للحرب، عليه الصلاة والسلام عندما يقولهم اغزوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا شيخ الفاني، حتى في الحروب والدماء واللي فيها يعني حق، يعني مرحلة مصيرية في حياة الناس، لا هذا يراعى. فنأتي عاد إلى قضية الأخلاقيات. مشكلتنا اليوم جيل، مع أن يعني حنا جينا في جيل آبائنا بعضهم وأجدادنا ما كانوا بذلك التعليم، وإن كانوا كان تعليم متواضع. اليوم الأب دكتور، الأم طبيبة، الأخو إداري، الخال مهندس، الكل مثقف، مع ذلك مو قادر يستوعب هذا الجيل الجديد. ما هذه النقطة المركزية في قضية كبار السن. نعم. ليش مو قادر يستوعبه؟ لأن كنا في السابق الحقب الزمانية مدتها
كبيرة قامت تصغر. اليوم ولدك يقول لك يبا ترى ذيلا مالوت الثانوية يا حال، احنا يوم كنا في الثانوية ما كنا كذي. طيب ما انت ما فرقت عن الأربع سنوات. بدأت الأحقاب تقتصر لإيش؟ لأن في مكونات ثقافية وروافد في التواصل الاجتماعي، وكما يقول بعض المتربوين خطف الأسرة. نعم ما صاروا كل الأولاد معنا، يكون داخل الأسرة فيزيائيا موجود معنا ولكن مخطوف، وهو مخطوف. وتعال عاد شو نوع الخطف اللي قاعد يصير. نعم. أنواع كثيرة بالفعل. يعني إذا ممكن أيضا أنتقل لنقطة من النقاط وما أقطعك إلا بالخير. في المحاضرة أو النقاش اللي دار مع الجمهور نمط الحياة اختلف. صحيح. وهذه الجملة أيضا كانت ضمن الجمل، يمكن نقول خلقوا لزمان غير زمانكم. صحيح، هذا كلمة تكرر كثيرا، وهي تكرر عودا على موضوع الشباب حتى نستكمله. موضوع الشباب مع خلقوا لزمان غير زمانكم حكمة صحيحة. صحيح خلقوا لزمان غير زمانكم، هذا ندخل فيها أيضا لو بغيتوا. ما بيروح الموضوع فلسفي، نظرية المعرفة. هل الأخلاق ثابتة أم نسبية؟ وشنو مصدرها؟ المجتمع، الواقع، المفاهيم الكلية، المزاج الشخصي والحرية الفردية، الأعراف، العقائد، شفت شلون موضوع. فلما تفضلتوا بأن الجيل الشباب هذا يجب أن يشعر بالمسنين، شغلنا الحين لازم يصير يعني تنبيه الأطفال والشباب ومن فوقهم شوية إلى من هؤلاء وما قيمتهم في حياتنا، وهل هذا الذي خرجنا منه في بلدنا والتنمية كان يمكن أن يكون لولا هذه الشريحة التي يعني أنا أمس مثلا لقيت محاضرة عند الخدمة تسمونها الخدمة المدنية الوطنية. نعم. الخدمة الوطنية اللي هو نسميه التجنيد الإجباري. نعم. قلت لهم يا شباب أنتم تجنيد إجباري، احنا دخلنا في ايامنا ايضا في الثمانينات التجنيد الاجباري جيلنا، لكن ابائنا كانوا مجندين ولكن اختياري، كان حريص على بلده وعلى تماسك بلده ولا يرضى باي خراب يصير ينبه عليه، كان عينه سهرانه على امن البلد، على صلاح البلد، على تقدم البلد اختياريا وليس بالجبر القانوني او الالزام الحكومي. هذا الجيل يجب ان نشعر فيه، فنحتاج ضخ معلومات وتبصير لجيلنا للشباب إنه كيف يحترم الكبير. يعني مثلا حمادي واختي انتوا عيالنا، اول مثلا لما تسوق سياره ويلف عليك واحد بالخطا تتنرفز، فلما تشوفه كبير يقول اسف عمي تفضل. صحيح، احنا اللي اكبر منه بعشر سنوات نقول لعمي ونحب راسه ونقول له تامر على شيء. وين هذا اليوم؟ هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. تقدير والاحترام مطلوب طبعا من كل الأجيال. راح نستكمل طبعا حوارنا معاك، ولكن راح نروح حق زميلنا خليفة الرماحي في معرض ومؤتمر المنتجات الدولية في مركز أرض المعارض والمؤتمرات. صباحك الله بالخير خليفة. صباح الخير زميلة شيخة، أيضا صباح الخير لجميع الزملاء اللي عندك، ونصبح على مشاهدينا وين ما كانوا داخل قطر برا قطر. ودائما خص بالتصبيح أمهاتنا الكبار شيباننا وعيايزنا، نقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم متواجدين يعني كما الأمس في معرض أو مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وطبعا لليوم الثاني على التوالي. طبعا هناك الكثير من العارضين في هذا المعرض، راح نتعرف عليه بعض ما يعني يوجد في هذا المعرض من خلال ضيفنا الكريم من سلطنة عمان الشقيق. حياك الله يا حبيبي. حياك استاذ، تعرف عليك في البداية. طلال السعدي من سلطنة عمان. يا مرحبتين طلال. في البداية كلمني عن مشاركتكم في هذا المعرض والمؤتمر الدولي وبحضور أكثر من 350 شركة تقريبا و11 دولة. أول شيء نشكر تلفزيون قطر على الاستضافة. بصراحة المشاركة كانت طيبة، لأن هي تعتبر لي أول مشاركة حالي، بس بخصوص المعرض ما شاء الله فيه أبرمنا بعض الاتفاقيات بعض الشباب الشركات القطرية. فبصراحة كان شيء جديد علينا عشان يكون نقدر ننتج ننقل المنتج العماني من عمان إلى قطر. وهذه كانت فرصة بصراحة. طيب ما نوع المعروضات عندكم اللي مشاركين فيها؟ بخصوص المعروضات يعني مختلفة، في مجال العطور، في تصنيع العطور، وفي مثل عندنا الحلي، وفي نفس الشيء موجود مثل الحلوى العمانية، التمر العماني، في عندنا بعض المنتوجات يعني اللي هي المنسوجات، من ضمن يعني أكثر من نوع يعني موجود. نعم، هناك رأينا أيضا البخور وأيضا منتجات اللبان والتمور والعسل العماني، يعني كثير من المنتوجات. طيب كيف الإقبال؟ يعني إحنا الفترة الصباحية يمكن يكون الناس في أشغالها، لكن في الفترة المسائية هناك حضور. بخصوص يعني الفترة المسائية، لا الفترة المسائية أفضل،
لانه يكون ما شاء الله كثيرين في زباين ما شاء الله ويزورون ويتعرفون على بعض المنتجات. بخصوص انت تكلمت بدايه قلت بخصوص البخور، اعتقد في كل بيت في عمان ما اعتقد انه يخلو من البخور. هذه ما شاء الله يعني بصراحه مميزين هم فيها العمانيين اخواننا، مميزين في هالمجال. اما بخصوص اللي هو مثل العسل، يعني في عمان ما شاء الله في عندنا انواع من العسل، في نوع من العسل الجبلي وفي بعض من يعني من العسل الموجود. فما شاء الله يعني العسل ماشي، وفي نفس الوقت بعد نفس التمور عندنا من افضل يعني التمور الخلاص، وهنا ما شاء الله موجود من ضمن المعروضات الموجوده في السوق. يعني شو اللي لفت نظرك في هذا المعرض من المشاركين؟ يعني بصراحة اللي لفت انتباهي في المعرض يعني حسن تعامل ما شاء الله اخواني القطريين بصراحة، وتفاعلهم معنا كثير، وحتى هم يتقبلوا كثير المنتجات العمانية. نعم. هذه يعني من اكثر ما شاء الله، فكان حتى استقبالهم حنا كان مجز. نعم، هذا حق وواجب اكيد، وانتم يعني لستم ضيوف بل اخوان، انتم وجميع المشاركين في هذا المعرض من كل الدول طبعا اشقاء واصدقاء. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم ايضا مشاركة اخرى في المعارض. كلمة اخيرة بتقولها للي ما حضر هذا المعرض؟ أول شيء الكلمة اللي أقول بصراحة، ترى أي واحد ما حضر هذا المعرض ترى بيفوت بصراحة، لأن في منتجات مميزة كانت في الجناح العماني أو في بعض الجناح الدول الثانية الموجودة، بصراحة شيء فرصة تعتبر. نعم. وخاصة الباقي اليوم وبكرة. نعم. يعني ما راح حضر أمس لا يفوت اليوم أو بكرة. بارك الله فيك أخوي طلال سعد. نعم. وأخيرا نشكر التلفزيون قطر على هذه الاستضافة، أحسنت أستاذي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، احنا خذناك من محلك، تفضل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. خلوني أنتقل إلى الإخوان أيضا والمشاركة التونسية، حياكم الله. يعني ماي الورد اعتقد عندكم هذا، يعني وهذه على فكره من العادات ايضا القطريه عندنا، ماي الورد في المرش او العطر. طيب في البدايه نتعرف عليك. سحر جنان، اس ان اس اكسبورت. نعم. من تونس. سحر، شو المنتوجات اللي معروضه عندكم؟ احنا مقيمين في الدوحه، هذه اول مره لنا في المعرض القطري. المنتوجات اللي عندنا كما شايفين حرفات يدويه تونسيه، الأكل والإندستري. طيب شنو اللي أمامي هذا صراحة؟ اللي أمامك هذه الهريسة التونسية. الهريسة هذه؟ أي هذه الهريسة صنع بيت. هذه الهريسة كيف كيف زادة التونسية. هذه السلطة المشوية. هذا نعم. السردينة. التون التونسي اللي غني على التعريف. أيوة. والشرايح الطماطم. ما شاء الله. وهذه الدقلة التونسية، التمر التونسي. أي المحشية. من النوعين ولا مختلفين الاثنين عن بعض؟ مختلفين، هو كل تمر وفيها الفواكه الجافة متاعها. طيب وهذا البرطمان ايش فيه؟ هذا فيه شرايح الطماطم اللي شايفينهم. شرايح الطماطم. اي. طيب وهذا زيت زيتون. هذا زيت زيتون بيولوجي تونسي. نعم. طيب الاقبال من الحضور او الجمهور على ايش من المشتريات؟ ايش يشترون؟ كل ناس وحسب الزبون، يعني هو وشنو الحاجة اللي جاي فيها، الفكرة اللي جاي فيها للمعرض في رأسه. يعني سحر أنا أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم التوفيق، وأيضا نتمنى من اللي لم يحضر هذا المعرض الحضور. شكرا جزيلا لك سحر. شكرا شكرا، الله يخليك. شكرا. إذن خلونا ننتقل، يعني في هذا المعرض أعزائي المشاهدين يعني 11 دولة وأكثر من 350 شركة مشاركة هناك من باكستان. يمكن أنا ما تحضرني الأسماء كاملة، لكن هناك أذربيجان وباكستان وأيضا الأردن وتونس والجزائر وقطر والكويت وأيضا عمان، يعني هناك الكثير من الشركات. خلوني أتطرق إلى الأردن أو جناح الأردن أو أحد العارضين من الأردن. حياك الله يا أختي. للأسف العارضة يعني مش عربية، أنا كنت أتمنى يعني فعلا حد من نشوف شركة أيضا أخرى في الأردن. حياك الله يا أخي. ممكن أخذ منك كلمة على الهواء مباشرة؟ حياك الله يا أخي. يعني أكيد أنا حسب ما أشوف في الصور في البداية، حياك الله، صبحك الله بالخير، تعال معي هنا عشان يبين أيضا جزء من المعرض. أنا أشوف من البارتيشن المعروض أنكم مواد غذائية. في البداية عرفني عليك. أنا اسمي معتز صبحة، المدير الإقليمي من شركة الملصقات الرقمية ديجيتال ليبلز. نعم. في الواقع إحنا شركة مختصين في الطباعة والتغليف للمواد الصناعية، جميع القطاعات. نعم. الغذائية الدوائية. نعم. جميع القطاعات الصناعية. نعم. نعم. يعني هذه الرسمة أو هذه الطباعة أنتم طابعينها؟
الطبعة هي لغرض الإعلان، لكن احنا مختصين في طباعة التغليف. التغليف، التغليف على المواد الغذائية، على المواد الغذائية، المواد الصناعية، مختلف القطاعات. نعم، كيف كانت نقول هذه المشاركة على مستوى الشركات أو الشراكات؟ نعم طبعا، هاي الزيارة مهمة جدا لتعزيز التبادل التجاري بين القطاعين الخاص في البلدين، كذلك الغرض منها اللي هي وصل المستوى الصناعة الأردني، تعريف المستهلك القطري هون بالصناعة الأردنية والمستوى الذي وصلت إليها. نعم طيب، عملت اتفاقيات مع حد حتى الآن في قطر؟ بفضل الله في عنا اتفاقيات من فترة طويلة، وإحنا جايين هون عشان نعزز هاي العلاقات والشراكات. نعم، كيف شفتوا إقبال الجمهور وماذا كانت كلماتهم لكم كمشاركين؟ الحمد لله كانت النتائج طيبة، أبدو إعجاب بالمستوى اللي وصلت إليه هاي النوعية في الصناعة، والحمد لله إحنا في صدد توقيع اتفاقيات. نعم أستاذ معتز، شكرا جزيلا لك، أنا أخذتك طبعا من ضيفك، شكرا جزيلا لك، وكنت أيضا ضيف على الهواء، ضيف عزيز معنا على الهواء مباشرة من خلال برنامج فيض ضحى. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما تشوفون في هذا المعرض والفترة الصباحية بدأ الآن عدد من الحضور، يمكن الفترة الصباحية دائما تكون صعبة للزوار أو زوار هذه نعم. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما قلنا في هذا المؤتمر وهذا المعرض الكثير من الشركات، ما يقارب 350 شركة، ممكن لأي مشاهد أو متابعنا الآن الحضور إلى مقر المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للإطلاع على الكثير من هذه الشركات والمعروضات، ويمكن يكون هناك أيضا اتفاقيات جانبية من خلال الحضور. طبعا المعرض راح يستمر اليوم ويوم غدا، ومن الساعة 10 صباحا، في البعض أتى من الساعة 9 صباحا اليوم، لكن الأبواب، أبواب المحلات أو العارضين لم تفتح إلا في 10 صباحا ويستمر حتى 10 مساء، وبكرة راح يكون آخر يوم. ودائما نقول في فرصة أن الواحد يزور المعرض اليوم في الفترة المسائية وقدا في الصباحية والمسائية حتى يطلع، ويمكن هناك من يشتري من هذه البضائع اللي يمكن متوفرة الآن في هذا المعرض. دائما نقول لكم سامحونا على قصور بذر من خلال نقلنا لهذه الفقرة، والآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. يعطيك ألف عافية زميلنا خليفة، وبالتأكيد ما في أي قصور. نرجع ونقول مشاهدينا، هذه دعوة لكم بما أن هناك مجموعة من المنتجات المعروضة من أكثر من دولة، بالإضافة أن احنا قاعدين نقول أن بكرة إن شاء الله راح يكون آخر يوم، ونفس ما ذكر زميلنا خليفة من الساعة 10 الصبح لين الساعة 10 مساء، نستغلوا الفرصة واستمتعوا بهذه المشاركات الجميلة. ونفس ما قلناكم في بداية حلقتنا، احنا حريصين يكون عندنا المبدعين والمتميزين في مجالات عديدة وكثيرة. خلونا الحين نسلط الضوء على الشعر وعلى الإعلام. جميل تحديداً لما يكون الشعر، خاصة لما يكون قد خط بأنامل ناعمة حولتها خشونة الحياة إلى أدوات للتعبير. حبينا تكون ضيفتنا لهذا اليوم في فقرتنا لهذا اليوم شاعرة وإعلامية، بنتعرف أكثر عليها. جواهر برشيد، حياك الله معنا. صباحك الله بالخير حبيبتي. صباح النور والسرور يا جواهر. طبعاً احنا سعيدين دائماً نطلع ونشوف إنجازات قطرية وإبداعات قطرية موجودة في الساحة. الإذاعة كانت هي بداية جواهر تحديدا، سمعنا جواهر من خلال برامج صباحية وبرامج مسائية، فالمشاهدين بالتأكيد حابين يعرفون ويسمعون كذلك شعر وكتابة من كتابات جواهر بالتأكيد. صحيح يمكن بديتي الشعر منذ عمر صغير جدا، والإعلام صار لك تقريبا سنة، صحيح؟ تقريبا. إنزين، احنا راح نسلط الضوء على الإعلام، ولكن بداية خلينا نسمع شيء. اسمحوا لي، يعني أنا بس لأني مش حافظة الأبيات فبضطر أني أقرأها من الجوال. لا تزخرف انبهارك في السوالف، لا تزخرف انبهارك في السوالف، طرز إحساسك على قماش الفعل. الفت عيوني، الفت عيوني إلين شعوري يالف، بعدها الإحساس يمكن يشتعل. أما تطلبني أحب بقلب تالف، أما تطلبني أحب بقلب تالف، قلبي متعري وحافي بلا نعل، وانت تمشي بي على درب المخالف، وان عطيتك راي تهج وتنفعل. وانا أدري، وانا أدري من غلاتي وانت حالف، لكن الإحساس، لكن الأسلوب يشعرني بزعل. انتبه أرجوك وخلينا نتحالف، في علاقة ما بها شي يعل، كان ودك يستمر بين التآلف، طفي نيرانك وانا وعدك اشتعل.
صح لسانك اختي جواهر. ابتدينا بهذه القصيده وبالتاكيد راح نستمتع معك بقصيده ثانيه. وبدايه احنا تذكرنا نقطه مهمه ان انت بديتي من عمر صغير وبالتاكيد كانت خربشات وخواطر وصولا الى هذه القصائد. قدمتي برنامج فيض المشاعر. تكلمينا عن هذه التجربه، كون دمجتي الشعر والاعلام. والله شوفي انا يعني اذا بتكلم عن بداياتي في الشعر انا تقريبا اقدر يعني اقول ان بداياتي في الشعر مرت في ثلاث مراحل مفصليه، مرحله الاكتشاف ومرحله الظل ومرحله النور. مرحله الاكتشاف كانت تقريبا في خامس ابتدائي، كنت في حصه يعني ومتمللة تقريبا يعني فكتبت يعني كتبت من غير أي مقدمات وتفاجأت من نفسي في تلك اللحظة وعجبني الشعور، فحاولت أني أنا يعني أقول لكل اللي حوالي. فللأسف كنت أنا في تلك المرحلة أيضا في مرحلة الظل، لأن أنا تقريبا من ثاني ابتدائي حصل لي موقف يعني شوي خلاني أكون مختفية عن يعني الجمهور، وذلك كنت في ثاني ابتدائي كنت أقول يعني طلب مني أني أنا أقول دعاء الصباح في الطابور، ولكن القدر خلاني أقول دعاء الاستفتاح، فضحك علي ضحكوا علي البنات فتولد عندي فوبيا من التحدث أمام الجمهور، فاستمرت هذه الفوبيا تقريبا إلى مرحلة النور اللي هي المرحلة الأخيرة في مسيرتي الشعرية. طلب مني من أحد معارفي أن أنا أقدم أمسية في كتر فونديشن، وسبحان الله يعني حاولت أني أتحدى نفسي، أقبلت على هذه التجربة، والحمد لله فضل من الله لقيت تفاعل كبير من الجمهور، والحمد لله يعني كانت لحظة الانطلاقة. تقريبا أنا كنت داخل الجامعة بس طلعت لي ظروف ما يعني، ففي تلك الفترة عملت في مجال البنوك تقريبا فترة 14 سنة. سبحان الله ما جاتني الفرصة يعني أني أنا أكمل في مجال البنوك. وصل لي برودكاست، البرودكاست عبارة عن دورة في مجال تحليل الشخصية وهالأمور، فجاني الفضول أن أنا أخذ هذه الدورة وألاقي نفسي إيش نقاط القوة اللي عندي، لأن أنا تعبت أن أنا ما لقيت نفسي في مجال البنوك. أقبلت على هذه التجربة، وسبحان الله تفاجأت أن كانت من نقاط قوتي مجال الإعلام والأدب، فيعني تجربة خير برهان، فقلت قبل لا أخطي هذه الخطوة أني أنا أتقدم في صوت الخليج كمتعاونة. وسبحان الله يعني مجرد دخولي إلى الإذاعة قلت هذه أنا. حلو، يعني لقيتي نفسك. لقيت احنا نفسي. قاعد نتكلم عن الله. تطوير الذات، اكتشاف الذات، هذا دائما احنا حريصين في برنامج فيض احنا نسلط الضوء عليه، لان كل ما انت تكتشف ذاتك راح تبدع صحيح. اكثر، وكل ما تشوف نفسك في مجال معين راح تبدع في هذا المجال اكثر. صحيح. بس اي حصه هذه اللي تمللتي فيها؟ والله ما ادري، بس غالبا الرياضيات. المدرسه قاعد تشوفينها؟ غالبا شيء الله يوفقك يعني. بالتاكيد واحنا سعيدين لما نشوف هذه الانجازات اللي احنا قاعد نشوفها. بالتاكيد قدمتي هذه البرامج وهذا اول ظهور اعلامي لك تلفزيوني على شاشه انا يمكن على السوشيال ميديا، بس يمكن ما اصور يعني وجهي، مجرد فالتلفزيون ان شاء الله قريبا نشوفك. بس ان شاء الله تكون انطلاقه يعني انطلاقه للبرامج التلفزيونيه. وين تشوفي نفسك في البرامج التلفزيونيه اكثر؟ والله الحواريه اكثر. الحواريه. زين نسمع قصيده. هذه القصيدة الثانية، أنت مجموعة القصائد اللي أنت كتبتيها قصيدتين حالياً صحيح ولا أكثر؟ لا طبعاً أكيد عندي قصائد كثيرة يعني، بس ما بحرقها على الهواء يعني، خليها حق الأمسيات إن شاء الله. عين نسمع الحين. أنت سمعتينا من شوي عاطفي، الحين إيش بتسمعينا؟ بعد عاطفي، بعد عاطفي يعني ما حسبت حساب الصراحة الأمور يكون متنوع أكثر. هذه قصيدة قديمة تقريباً اسمها ردود الإتيكيت. أدري أنك مقتنع أني نسيت، أدري أنك مقتنع أني نسيت، وفوق هذا ما انت قادر تقتنع. أدري أنك مقتنع أني نسيت، وفوق هذا ما انت قادر تقتنع. تنتهي بجرحي وتوك ما بديت، وتنتظر أجرح وأنا فيني سنع، لو تدوس القلب وتخرب البيت، تبطي والله ما تذلني وانخنع، أنفي شامخ ما تنفست وحيت.
انفشامخ ما تنفست وحيت ما انكسر إلا لخالقه دنع. انفشامخ ما تنفست وحيت ما انكسر إلا لخالقه دنع. احتميبه في سجودي لانتخيت واحتلي بالصمت لو ردي شنع. واتسلى بالتغافل إن رأيت واتحلم بالهدوء المصطنع. واحشم ذنوبي عن الفعل المقيت واقتطف أجري إذا صبري ينع. ولني أرقى من ردود الإتيكيت أكتفي بالصمت وأبعد وامتنع. سلامتك. صح لسانك. شو يعطيك العافية. احنا بعد ما نبيش تأخرين عن الجامعة لأن أدري عند الجامعة تأثرك بالشعراء القطريين مين؟ صراحة كثير يعني من داخل قطر ومن خارج قطر، ولكن أنا يعني تربيت شعريا تقريبا على يد الأستاذ أراضي الهاجري وحاليا عادل عبد الله. تأثرت من زايد بن كروس في فترة من فترات حياتي، يعني كان عبر المنتديات والإنترنت وكان ما يقصر معاي، يعني عبر الماسنجر كان ينصحني ويعطيني يعني توجيهات شعرية. جزل بقمي وكثيرين والله ما يحضروني حاليا، يعني خاف أقصر باسم حد، بس هذول اللي يعني تقريبا الأسماء اللي أنا كنت يعني في تقريبا في تواصل شبه مستمر معاهم. حلو. طبعا ذكرتي أحد الأسماء هو زميلنا عادل، سبق وأنت تعاملتي معاه في تجربة في تقديم فيض المشاعر. فيض المشاعر ما شاء الله. أنا اليوم يعني بقدم فيض المشاعر، هو ما راح يكون متواجد إن شاء الله. إن شاء الله. مع ال. يعطيك العافية أختي جواهر. الله يعافيك. إن شاء الله نشوفك إن شاء الله. سعيدة جدا بهذه الاستضافة الجميلة. يعطيك العافية. تسلمين حبيبتي. إن شاء الله بالتأكيد نشوفك أحد زملائنا الإعلاميين إن شاء الله في تقديمة أحد البرامج الحوارية تحديدا. الله يعافيك شيخة بالتأكيد. وأخوي محمد إحنا مستمرين معاكم بهذه الأجواء بين الشعر والإعلام بالتأكيد. مواضيع كثير راح تكون في حلقتنا لهذا اليوم. يعطيك العافيه حنين وجواهر. يعطيك العافيه طبعا زملائنا في الاعلام. راح ننتقل طبعا الى نقطه المسنين دكتور محمد العوضي. احنا لازم نستقل وجودك الحين معنا. اليوم احنا نتكلم عن المؤتمر هذا او الندوه اللي صارت الجماهيريه الخاصه بالمسنين. شنو الخدمات اللي قاعد يقدمها يعني دار احسان هنا او مركز احسان في قطر، وهل هذه الخدمات تحسن من نوعيه الحياه عند المسنين؟ حقيقة هذا موضوع مهم يجب أن يلقى عليه الضوء، ألا وهو أن العمل إذا كان مؤسسيا ومنهجيا ومدروس دراسة وافية بالفعل تأتي ثمرته مريحة للمجتمع وخاصة الشريحة المستهدفة اللي هم منه المسنين. أنا زرت مركز إحسان أمس والتقيت بالإدارة والتقيت بالمدير التنفيذي الأستاذ مبارك الثاني والفريق، اطلعت على النشاط، شيء يبشر ويفرح. يعني حتى أني كتبت له كي أنقل التجربة حق أخواننا في الكويت، لأن إحنا عندنا أيضاً اهتمام مبكر في الكويت بالمسنين وسويت فيه حلقات في التلفزيون. نعم. مثلاً، وهذه لازم يعرفها المشاهد، لازم يعرفها الجمهور، لازم يعرفها الأبناء. شوفوا شنو يقدم هذا المركز علشان تعرف كيف تتواصل معه، تتوعى من خلاله، تقوم بتعزيز هذا الدور. نعم. واحد طبعا هو متأسس يعني مو من بعيد، يعني 2002. صحيح. من يكون 2002 بهذه المسافة القصيرة. شنو الهدف؟ رد الجميل يا جماعة. صحيح. رد الدين الجميل لهؤلاء المسنين لنا. طيب الرؤية حياة كريمة مجانية لهذا الإنسان. شو تقدمون يا مركز إحسان لتمكين؟ قال واحد، أول شيء مبنى الإيواء، لكن مباني الإيواء إذا زادت عندنا مثل ما زادت عند أوروبا فيها مؤشر على أن دور الأسرة تقلص، صح ولا لا؟ صحيح. دور التراحم الاجتماعي انتقل إلى التعاقد الآخر، يعني ما نبينا بالتراحم الاجتماعي أكثر من التعاقدي. ما في من 20 واحد، معقولة بلد بهالحجم بهالعدد ما في إلا 20 واحد مقيم؟ وهؤلاء 20 أيضا بعضهم من المغتربين من المقيمين ما عندهم الكلفة المادية التي يقيمون فيها على صحته، لأن في أمور مكلفة. الشيء الثاني، الآخرين ما عندهم أحد، الأبناء متوفون، صار وحيد، يقولوا مقطوع من شجرة مسكين وين يروح؟ فتأتي مثل هذه وتهويهم. اثنين، هذه عاد مهمة، خدمة الرعاية الصحية أو يسمونها الرعاية المنزلية عندكم، صح ولا لا؟ هذه فيها 5 أخصائيين أو فيها الممرضة، فيها الطبيبة، فيها الأخصائية الاجتماعية،
الاخصائيه النفسيه وفيها مالتي اللي يسمونها اخصائيه العلاج الطبيعي. اخصائيه العلاج الطبيعي اللي تروح وتدربهم حتى على قضايا تدريب السمع، تدريب الذاكره العقليه، تقويه الذاكره ايضا. فوق هذا كرسي متحرك، كرسي كهربائي، كل هذا مجاني وخدمه هاتفيه. هذا نوع لازم نعرف هذا الشيء. بعد اداره التوعيه والتواصل الاجتماعي. كبير السن يا جماعه ما يبي معناته كبير السن نروح نلعب دامه صح ولا فقط صحيح. طلعوا اماكن حلوه، جددوا مفهوم الترفيه. فيقول لي الاخوه هناك نوديهم نطلعهم معنا برحلات الى وين؟ الى اللؤلؤه، الى البنانه عندكم صحيح، جزيره البنانه صحيح. البنانه الى شاليهات، هذا تجديد كله مجاني. بعد برنامج التواصل الالكتروني، يعطونا ايفون، يعطونا ايباد ويعلمونا ويسوون مسابقات ويهدونا. جميل والله. حتى في الندوه الاخيره يعني يخلونا مع الحدث اول باول يعني. مثلا بعد عندهم مثلا مسابقات وبمستويات، يعني حسب اذا يكون انسان امي، يكون انسان ثقافته بسيطه، في حفظ القران يقول رتل الايه تصل الى غايه. الله. ويعطونهم هديه ايفون. حتى قالوا امس في المؤتمر ان واحده بنت مع امها حصلت ايفون في مسابقه، أم كبيرة قالت لها يما أنا أعطيك جلاكسي وأخذها. قال لا أنا أعطوني الآيفون، أبي الآيفون الحين، لا تقعدين تلعبين علي. لاحظت حتى فهمه وتستفيد منه وتتواصل مع المجتمع. ما أطول عليك ولا عليك، بس المشاهد لازم يعرف أن في شيء اسمه، وهذا الشريحة اللي نبيهم، برامج التوعية الطلابية. يا طالب يا ابن يا حفيد، شنو مهارة التعامل مع المسن؟ هذه أيضا تصير في المدارس. قبل الأخير برنامج بالبري نرعاكم، وهذه شغلنا احنا أئمة المساجد ومحاضرين الأوقاف في التراويح بعد رمضان، مو ناس تجتمع في المساجد صحيح. على طول يقوم واحد يلقي خاطرة في قضية كيف التعامل مع المسنين صحيح. إضافة إلى البرامج في شيء مهم جدا، وهذا طبعا دائما النساء يسبقوننا في النشاطات وفعاليتهم، سواء في معارض سواء في نشاطات اجتماعية، يقول لكم سووا شيء اسمه نادي الإحسان الاجتماعي. الأمهات صباحا يروحون صحيح في أحد الحدائق ورش أعمال حرفية، تعلم القرآن، المشاركة، والنساء ترى مشاركة أكثر يعني مثل هذا، يعني هذا اللي أذكره يعني من دونت من الخدمات. وأيضا الخدمات اللي تعطي أكيد طبعا مركز إحسان أو نماء طبعا هو من المراكز اللي يعني فعلا عندهم خدمات كثيرة ومتطورة، فعلا قاعد تخدم كبار المسنين وأيضا اللي خارج مركز إحسان. دكتور محمد العوضي، داعية ومفكر إسلامي، مشرف عام على مؤسسة ركاز لتعزيز الأخلاق، كل الشكر والتقدير. حابين كان طيل معاك الفقرة لكن طبعا الوقت ما أسعفنا، كل الشكر والتقدير. إذن ختاما نصيحة منك قبل الله نختم معاك، اللي نقدر نقول يعني يتكلف بالاتصال أو السؤال. يتكلف الاتصال والسؤال عن إيش؟ كبار السن. عن سؤال أبدا يا جماعة، إحنا يجب أن نغلب المصلحة والمنطق وخدمة الناس على العرف والحياء الشخصي. خلك إيجابي وتواصل في خدمة وتقديم أي شيء يساعد في تطوير الرعاية لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا، والتي هي لولاهم لما وصلنا بعد الله إلى مثل هذا المستوى الراقي في حياتنا الاجتماعية. الله يعطيك الصحة والعافية ونراك على خير بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الفقرة، ولكن لازلنا مستمرين عبر برنامج في الضحى، لكن بعد الفاصل. الله يسعد لي صباحكم بكل خير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير مطلوب، التغيير اللي يكون بالإيجاب وليس بالسلب. قد تكون تغير شيء من خلال مشروع يعني يضيف للمجتمع أشياء كثيرة. اليوم راح نتحدث عن مشروع المطاط الذهبي، هو مشروع يعمل على التخلص من الإطارات التالفة والمستهلكة ليحولها إلى منتجات صناعية ومفيدة وصديقة للبيئة، وتحمل اسم صنع في قطر. وراح نتحدث عن هذا المشروع أكثر من خلال السيد خالد محمد المفتاح، مدير شركة المطاط الذهبي. حياك الله، صباح الخير. الله يحييكم وموفقين إن شاء الله. صباح الخير أستاذ خالد. صباح النور. تكلمنا اليوم في البداية بس عن المشروع المطاط الذهبي، تشرح لنا إياه باختصار. هو المشروع بدأت الفكرة في الأساس
لما شفنا ان في اطارات كثيره موجوده وممكن نستخدمها، يعني احنا طلعنا برا وشفنا الاستخدامات خصوصا في التدوير واعاده التدوير، فمنها شفنا الاطارات موجوده واللي هي تعتبر يعني الماده الاوليه للمواد الثانيه زي البناء والامور هذه. فمشينا مع بعض الشركات تكلمنا معاهم كيف نقدر نستخدمها، فطلعنا بافكار عده يعني، ومنها في الاخير قلنا ما في الا احنا ناخذ التواير ونحولها من تالفه ومضره للبيئه الى صديقه للبيئه، فمنها نقدر نعمل منها الدرايش، البيبان، نعمل حتى اطواف، نعمل عوازل منها، نعمل منها اسقف كلها يعني، حتى نقدر نعمل منها بيوت كامله ومتكامله يعني. والحمد لله يعني في تشجيع كبير يعني موجود، والارض انعطت والمصنع قائم ان شاء الله، ولكن الانتاجيه ان شاء الله راح تبتدي على 2019 باذن الله. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. استاذ خالد المفتاح، يعني قلت ان هي تخلص من الاطارات التالفه. اي نعم. شلون فكرت فيها؟ والله شوف فكرنا فيها، كنا نتمشى يعني ناحيه أم الأفاعي وهذا، وتشوف هالجبل الأسود هذا اللي مملي ما للمكان يعني، ما تدري شنو ذا، يوم قربنا ولا كلها أتواير. فالواحد فكر قال لازم في شيء يعمله ينتج منه شيء للبلد. فإحنا قلنا ما في إلا نشوف، الواحد دخل على الإنترنت شاف وهذا، وتواصلنا مع عدة شركات والحمد لله يعني طلعنا بأشياء إيجابية، وطلعنا ان في نقدر نستخدم التواير هذه لاشياء بدل ما تكون مضره للبيئه بتكون صديقه للبيئه وتخدم شريحه كبيره من الناس. يعني رب صدفه خلقت اشياء وانك تصنع شيء جديد ايضا. اي اكيد طبعا، هي كان من اهدافكم الجميله جدا اللي هي اعاده تدوير الاشياء المستهلكه في البيئه واللي ما لها فائده تعيدون تدويرها. نتكلم عن المتوقع من الانتاج، الانتاجيه اللي راح تتوقعونها ان شاء الله في 2019 عند تشغيل هذا المشروع. انا بس بذكر نقطه ان قطر يعني طبعا وقعت مع بازل اللي هو ان التخلص من التواير يعني، وطبعا بازل يمنع بيع التواير او الاطارات يعني او تصديرها يعني من البلد اللي هي فيه. لكن الحين عندنا المشروع راح يبتدي ان شاء الله باذن الله، راح ننتج احنا البودره، والبودره هي في الاساس نقدر نستخدمها لعده اشياء يعني، منها للشوارع ان شاء الله بعد هي راح تستخدم، وهي تعتبر الماده الاوليه اللي تستخدم مثلا للمطاط للشوارع للملاعب للطابوق المطاطي، وهذا كله موجود، هذا راح تنباع الى شركات اخرى. احنا مشروعنا الثاني وهي المرحله الثانيه اللي احنا نسميه الخشب المطاطي، اللي الخشب المطاطي هو بما معنى ان نحول التواير الى خشب مطاطي باستخدام التكنولوجيا اللي هي يسمونها تكنولوجيا نانو تكنولوجي، يعني هي تكنولوجيا بريطانيه موجوده، وتواصلنا مع الشركات الحمد لله واعطونا اياها، وفي بيننا وبينهم علاقات. يعني شوف طبعا على الشاشه هذه هي الخشب المطاطي، يعني انت لو تلمس وتشوفون ما تحس فيها انها مطاط، هذه كانها خشب يعني تنعمل منها، وينعمل منها حتى تقطير حق الماي، وهذا كلها يعني من التواير نفسها يعني. هي نفسها من المطاط، هي من المطاط، هي اللهم في استخدام بعض الاشياء اللي هي التكنولوجيه تنحط معاها تحول المطاط الى خشب، يمكن استخدامها في البناء، وممكن استخدامها في البناء اصلا، تقدر تعملين منها بيت كامل. حلو. تتحمل في بيئتنا احنا الخليجيه، ومصنوعه لبيئه مثل بيئه قطر يعني او بيئه الخليج ككل يعني، ضد الملوحات، ضد الماي، ضد الحريق، ضد الحراره الزائده، فتعيش لفتره طويله يعني، ممكن تستخدم في عده اشياء، في الحزب، حد يبي يعمل شيء في بيته حاجه، للمهجرين يعني برع قطر للتصدير، احنا يعني هذه بعد واحده من الاشياء اللي راح نعملها ان شاء الله باذن الله. وفي الاخير بكون صنع في قطر يعني. يعني لها حقوق براءه الاختراع من هذا الجانب، لانك اكتشفت شيء جديد موجود في بيئتك. اي نعم،
هي لها طبعا براءة اختراع، لكن احنا ماخذين الاختراع من ناس ثانيين يعني. أي. احنا صح في بيتي انا انه ممكن احنا نحولها الى براءة اختراع عندنا يعني. ممكن. وهذا بالتعاون مع قطر فاونديشن عندهم يعني الامور هذه. لكن احنا ان شاء الله على المرحله الجايه بنشوف شيء اكبر واكبر، وان شاء الله عندنا بعد اشياء ثانيه جاية. اكيد احنا دائما نشجع شبابنا، نشجع الطاقات الشبابيه للعمل، وايضا سواء كان يعني رجل ام امراه، المراه العامله اليوم موجوده في كل المجالات. بنشوف هذا التقرير عن المراه العامله وشلون تقدر تنظم وقتها بين بيتها وبين عملها. نشوف التقرير ونرجع لكم. يعد تحقيق التوازن بين الوظيفة والحياة الشخصية أهم التحديات التي تصطدم بها الزوجة العاملة، خاصة وأنها المسؤولة الأولى عن رفاهية عائلتها وأبنائها، إلا أنها يمكن أن تتغلب عليها بقليل من الحنكة والذكاء في تنظيم الوقت وتقسيم الأدوار بين أفراد أسرتها. تحتاج المرأة العاملة إلى وضع خطة دقيقة لتستطيع الموازنة بين واجباتها والتزاماتها نحو بيتها وزوجها وأطفالها وبين عملها، وهنالك مجموعة من الطرق التي تمكنها من ذلك مثل التنظيم، والذي يعد من أولى الخطوات التي تمكن المرأة العاملة من تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الأسرية. كما يجب على المرأة العاملة أن تخصص وقتاً لأطفالها لمتابعة دروسهم والجلوس معهم. على الأم العاملة أن تقوم بإعدادات هامة في جزء من العطلة الأسبوعية والعمل على تجهيز كل ما تحتاج إليه خلال أيام الأسبوع. كما يجب على المرأة العاملة أن تكون مرنة في عملها وفيما يسند إليها من مهام. لكل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله مشاهدينا، ومستمرين معاكم بالإنجازات والمشاريع والتنوع العديد في فقرات برنامج في الضحى. من شوي سلطنا الضوء على المرأة والإعلام، بالتأكيد حابين نسلط الضوء على المرأة ولكن في مجال آخر وهو الرياضة، حيث تمكنت المرأة العربية من دخول الساحة الرياضية بقوة لتثبت جدارتها وتفوقها فيها، وتضع نقدر نقول بصمتها الخاصة وترفع علم بلادها عاليا في المحافل الرياضية الدولية. وقد نقدر نقول احترفت في رياضات عدة حتى القتالية منها. نرحب بلعبة التايكواندو هدى محمد، حياك الله معنا، وفخورين لما يكون عندنا بنات مبدعين ومتميزين. ممكن صلتنا الضوء على مواهب مختلفة ومتعددة ومجالات عديدة، ولكن المجال الرياضي كون احنا مقبلين على أصلاً أحداث راح تكون كبيرة إن شاء الله. هدى، بديتي وانت عمرك 13 سنة صحيح؟ اي نعم، بديت لما كان عمري 13 سنة، بديتها كهواية وكنشاط صيفي، بعدين تطورت هالهواية ودخلت المنتخب ووصلت للاحتراف فيها. الحمد لله وصلتي لهذه الاحترافيه، طبعا المفروض شوق تكون معاكي الحين لانها كانت معاكم في منتخب قطر للتايكواندو. اكيد اختي شوق، وجه لها تحيه، وجه تحيه لاداريتنا مس ميعاد، ان شاء الله تكون تشوفني الحين. ان شاء الله بالتاكيد تشوفك. حلو ان انتم بديتوا من عمر صغير، وحلو لما نشوف ان هذه الموهبه صارت الى احتراف. شاركتي في بطولات عديده وكثيره بالتاكيد، هذه مجموعه وبعض من الجوائز اللي حصلت عليها. مس ميعاد هي والدتي، كانت إدارية لمنتخب قطر للتايكواندو. طبعاً تكلمينا أكثر عن هذه البطولات الداخلية والخارجية اللي أنت شاركتي فيها. أنا خاف يطيحون صدقين يا هدى. قولي لي هدى عن هذه المشاركات. شاركت في عدة بطولات، منها على مستوى الخليج وعلى مستوى آسيا وعلى مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم. شاركت في كذا بطولة في قطر، منها بطولة قطر المفتوحة، وعندي 4 ميداليات. نعم. فضيتين وذهبيتين. وشاركت في بطولة الخليج سنة 2014 وعندي الميدالية الذهبية والفضية. وعلى مستوى أوروبا عندك بطولة تركيا المفتوحة في ميدالية برونزية. هذا ما راح أقدر أجيبهم كلهم يعني. وعلى مستوى العالم بطولة الفومزي، ويعني على مستوى آسيا بطولة آسيا. الله يوفقك. طبعا أختي هدى احنا فخورين بنفس ما قلتش في البداية لما نشوف المرأة العربية تحقق إنجازات كثيرة. هذه بعض
من الجوائز بالتأكيد، لأنه ما راح تقدرين تجيبين كل الجوائز اللي أنت حاصلة عليها. ابتديتي من عمر صغير طبعاً، قاعدة تشوفين كنتي موجودة معهم في اتحاد التايكوندو من البداية، كون أنت ابتديتي من هذا العمر تحديداً، فأكيد مريتي بالمراحل، مراحل تطور، مراحل شفتي المرأة العربية، المرأة القطرية كيف إقبالها على هذه الرياضة تحديداً؟ خلينا نقول في بداياتي ما كان في إقبال كبير على هالرياضة، يعني كان في تخوف كبير من الفئة النسائية يعني بصفة عامة، فكنت تلاقين أغلبيتهم بنات صغار اللي يشاركون وكذي. لكن مؤخرا يعني الرياضة قامت بصورة هائلة يعني في قطر، فأنت تشوفين تقريبا البنات من كل الفئات في كل الرياضات. حتى عندنا الحين يعني في الاتحاد، في اتحاد التايكوندو زاد يعني عدد البنات عن أول يعني بصورة ملحوظة. نعم طبعا، غير ان الاثار اللي قاعده تقدمها هذه اللعبه للبنت، احنا ما نتكلم فقط عن الانجازات اللي قاعد تحصل لها، ولكن الاثر النفسي والشخصي اللي قاعد تاثر فيه هذه الرياضه من تقويه للشخصيه، تقويه للذات، كيف اثرت رياضه التايكوندو عليك؟ التايكوندو اثرت وايد في شخصيتي، كنت اخاف اطلع قدام اي جمهور، كنت دائما يعني منعزله، ما احب اختلط في جماعات وشي. من بديت امارس رياضه التايكوندو صار يعني عندي ثقه بنفسي، صرت احاول اطلع اكثر، ما قمت أخاف أن أنا أدي مثلاً قدام عدد كبير من الناس، قدام أي فئة ما عندي أي مشكلة. فلنتكلم أكثر عن هذا الأثر، أثرت بأثر إيجابي بالتأكيد على حياتك. نعم. صار في ثقة أكثر، وإحنا من بداية حتى مع ضيفنا الإعلامية والشاعرة تكلمنا عن تطوير الذات، وتكلمنا عن إن كيف الإنسان يجد نفسه علشان يبدع في المجال اللي هو متخذه. قاعدة تقولين وصلت إلى الاحترافية. نعم. الحمد لله، دائما نقول حلو إن الواحد يكون واثق في نفسه علشان يقدر يقدم. تكلمنا عن المشاركات العديدة اللي أنت شاركتي فيها سواء الداخلية أو الخارجية، نتكلم عن لعبة التايكوندو ورياضة التايكوندو تحديدا والفرق فيها وفي البومزة تحديدا، التايكوندو والبومزة هم طبعا متداخلين مع بعض، ولكن أيوة. رياضة التايكوندو تنقسم لقسمين اللي هي القتال. نعم. اللي يكون خصمين ويتقاتلون مع بعض، والبومزة اللي ممكن نسميها القتال الوهمي. الفرق بين الاثنين ان في القتال اوكي انت تأدين الحركات، لكن يعني ما فيها نوع من الدقة، لكن في البومزة لازم تأدين كل حركة بدقة متناهية، لأن نعم. أنت محاسبة عليها. يعني لما جين تلعبين البطولة، بطولة البومزة، اللاعب يتقيم على أدائه، على أداء صحة الحركة. فهذا هو الفرق بين الاثنين. هذا هو الفرق بين وجودك في البطولة أو مشاركتك مع البطولة، هناك شروط وقوانين بين اللاعبة الاثنين، سواء من الوزن، يعني ما له خص العمر، أعتقد أكثر شيء في الوزن. بالنسبة للقتال أيوة. هم يهتمون أكثر بفئة الوزن، أما نعم. البومزة نتقسم على حسب فئة العمر. فئه العمر. طموحك المستقبليه بعد ما انت تشوفين وصلتي الى مرحله الاحتراف تحديدا، الحين مشاركاتك كانت كثيره سواء خليجيه او عربيه، في الطموح المستقبلي وين تشوفين نفسك؟ يمكن هدفي اللي للحين انا اسعى وراه اللي هو بطوله العالم، وان شاء الله ان شاء الله في يوم راح احاول اني احقق هالحلم. طبعا في بطولات ثانيه تحت، لكن هاي الهدف الاكبر ان شاء الله يا رب تتحقق احلامك وطموحك، وان شاء الله نشوفك في هذا الهدف ونستضيفك بالتاكيد ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره توجهينها لكل من يتابعنا وتحديدا للمراه العربيه اللي حابه انها تكون لها في الجانب الرياضي وتحديدا في التايكوندو. انا اشجع كل بنت حابه انها يعني تشارك في اي رياضه، سواء كانت تايكوندو او اي رياضه ثانيه، انها تجرب. ما لها داعي مثلا تبدا كمحترفه، لا تجرب، لان انت ما راح تعرفين الشيء الا اذا جربتيه، واول ما تجربينه راح تحسين عالم ثاني. يعني انا اول ما بديت ما كنت اعرف ان التايكوندو راح تكون كذي، يعني هي رياضه مذهله، واتمنى اتمنى من كل بنت يعني حابه انها تجرب يعني go for it. شوفي انا جربت مع شوق واختي دينا، بس انا طلعت على طول انسحبت. المفروض ترجعين. لا الحين خلاص. خلاص نكمل بالإعلام تحديداً، ويعطيك العافية أختي، ونتمنى لك التوفيق بالتأكيد. شكراً. تسليمين حبيبتي. مستمرين معكم شيخة ومحمد، إحنا الإبداعات اللي موجودة عندنا حاولنا تكون منوعة في حلقتنا لهذا اليوم بين الإعلام والشعر والرياضة، وكلها في إطار إنجازات المرأة العربية والمرأة القطرية تحديداً، إنجازات كثيرة ومختلفة ومشاريع عديدة مع ضيفكم، تحية ضيفكم بالتأكيد، والتدوير والمشاريع وتفاصيل أكثر معكم. يعطيكم العافية بالصحة. إذا لازلنا نستكمل، هو الإنجاز موجود، لكن كيف لو كان من عالم الإعجاز، أنك تصنع أيضا من خلال التواير احتياجات الفرد، تلبي احتياجات من؟
تلبي احتياجات الجميع، يعني إن بغيت حق المكاتب، إن بغيت حق البيوت، إن بغيت حتى حق الكورنيش. يعني على سبيل المثال عندنا احنا الكورنيش في الكراسي، نعم الكراسي هذه مع الوقت تتاكل بالملوحه والماء والرطوبه والامور هذه، مع الماده هذه لا بتتم عايشه. اكيد طبعا احنا نشوف طبعا مع مشاهدين هنا الوان مختلفه للمطاط وخلطه بالخشب. اليوم لما نتكلم عن هذه الاستخدامات قلت لي استخدامات متعدده، هل هذه الاستخدامات ايضا يعني خاصة مثلا في الشوارع، ممكن نستخدمها في الشوارع في البيوت، تقولي الاستخدامات؟ اي نعم، احنا عندنا اول شيء البودرة، البودرة هذه ممكن تستخدم مع الاسفلت على اساس الشوارع يعني، وهذه اما المطاط الخشبي نفسه لا، نقدر نستخدمه مع البيوت، نقدر نخلي عازل، نقدر بيبان، درايش، اسقف، ارضيات، هذه كلها تقدر تستخدمها. والالوان ممكن الواحد يختار من والسعر الألوان. طبعا السعر ارخص بكثير من هذه الميزه اللي يعني اللي راح تميز المنتج هذا، ان السعر اللي راح يكون فيه يعني مفاجئ للجميع الصراحه، يعني اقل تكلفه بكثير، والجميع يقدر يستخدمه في بيته، يعني سواء في بيته سواء في حمارات سواء في العزب، فيها يحصل اسعار دايماً في متناول الجميع يعني. نعم. هي فكرة نقدر نقول بأنها خارج عن الصندوق، لكن نعم. لما أنا أبدأ في بداية مشواري أحتاج إلى داعم، كلمة طيبة أيضاً قد تكون أيضاً يعني شخص يؤمن بقدراتي. نعم. بالنسبة لبنك التنمية، نعم. ماذا يعني لك هذا الدعم من قبلهم؟ والله يعني الكثير، يعني خصوصاً يعني بنك التنمية وجد أساساً لدعم الشباب القطري يعني، وللمنتج القطري يعني. خلينا نقول الحين في الوقت الحاضر اللي احنا نشوفه في معرض برا للمنتجات، صحيح انزين، فاحنا بنكون ان شاء الله السنه الجايه في المعرض هذا كبنك التنميه، وجد على اساس يدعم ويعطي ويشوف ويساعد، عندهم خطط كثيره، عندهم افكار، عندهم دعم في المؤتمرات في اماكن ثانيه، فاحنا يعني الحمد لله ان هذا الدوله قامت به لصنع شيء يكون صنع في قطر يعني. والحمد لله الشباب ما يقصرون في كيو دي بي في اي شيء احنا نطلبه منهم، يحاولون يكونون معانا فيه ويوجهونا اذا كان في شيء محتاجينه زياده، فالامور الحمد لله طيبه يعني. اكيد سيد خالد، يعني انا يعني احييك على هذه الافكار، فابي انا كلمه اخيره تشجع فيها كل الشباب اللي عندهم كانوا افكار نفسك وطلعوها للواقع. والله شوف الأفكار كثيرة، والشباب عندنا ما شاء الله عليهم يعني، خصوصا الجيل الجديد متطلع على كل الأشياء، كل اللي يبغي منهم بادرة يروحون ويشوفون إيش اللي يقدرون يعملونه وبيحصلون الدعم إن شاء الله. أكيد إن شاء الله بإذن الله. طبعا أستاذ ما قصرت على هذه المبادرة طيبة، والمشروع اللي قد يكون بالفعل فرصة قادمة أنه يصنع من خلاله مصنع جميل. فكر خارج الصندوق، فكر بشكل يضيف للمجتمع، فبالتالي الله يعطيهم الصحة والعافية أصحاب المشاريع والمبادرات الشبابية، وإن شاء الله يعني دائما نشوف هذا الإنجاز إن شاء الله. وأكيد طبعا نهاية فقرتنا هذه رح نطلع معاكم فاصل مشاهدينا ونرجع نتواصل معاكم لباقي فقرات البرنامج. الله يسعد صباحكم بكل خير، كانت فقرات جميلة، فقرات متنوعة وأيضا سعيدة إن شاء الله تكون ما بين كبار السن وما بين المشاريع الموجودة على أرض قطر الحبيبة. يعني كبار السن فعلا نصبح عليهم بالخير ونقول الله يطول بأعماركم ودين عليكم ابتسامتكم، يكفي أن نسمع منكم دعوة تشرح قلوبنا
يديم هذا التواصل بيننا وبينهم ان شاء الله. اكيد طبعا نتمنى للمشاهدين يكونوا استمتعوا بفقرات برنامجنا اليوم، تكلمنا عن فئات الشباب وفئات المسنين وايضا حتى المرأة العاملة، وعشان تكون متميز دائما في حياتك لازم تكون خارج الإطار عشان تقدم شيء متميز. نعم، نوعنا في المواضيع الكثيرة لهذا اليوم، كانت مواضيع مختلفة ولله الحمد، وبالتأكيد صلتنا بضوء كبير على المرأة ودورها وإنجازاتها في المجتمع، وتحديدا عن المرأة العاملة، المرأة في جانب الرياضة وفي الإعلام وفي الشعر، ومواضيع كثيرة إن شاء الله راح تكون في انتظاركم إذا تابعتونا في حلقاتنا القادمة. شكرا لزملائي وشكرا لضيوفنا اللي نورونا في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم، مع السلامة.